يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم الله في برنامج اخبار هوليوود، البرنامج اللي نناقش فيه اخر اخبار السينما والتلفزيون واي شيء له علاقه في هذا العالم الفسيح من داخل هوليوود ومن خارج هوليوود، من عالم الالعاب والى عالم الانمي واي شيء له علاقه في عالم الصور المتحركه بشكل عام. عشان لا يطول الفيديو ويكثر الكلام، اشترك لي في القناه لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات على طريقك، واضغط على زر اللايك لو اعجبك الفيديو، لانه اكثر شيء ممكن تدعم فيه القناه. غير كذا يلا بينا نخش على اخبار هوليوود لهذا الأسبوع. قبل فترة يا جماعة قلت لكم إنه فيلم قراصنة الكاريبي النسخة النهائية اتلغى، واللي كان مفترض يكون من بطولة مارجو روبي. فاكرين كلنا فاكرين. حلو، قبل كم يوم يا جماعة طلع المنتج جيري بروكهايمر، واللي هو منتج كبير وشارك في إنتاج أفلام كثيرة، مثل أحد أفلام قراصنة الكاريبي تبع جوني ديب، ومثل توب غان مافريك لتوم كروز، وغيرها من الأفلام. المهم يا جماعة، الآدم إيش طلع وقال قبل كم يوم؟ قال يا جماعة الخير، فيلم قراصنة الكاريبي النسخة النسائية فكرته ما زالت مطروحة، وقال إنه هو شخصيا فكرة الفيلم ما زالت قائمة بالنسبة له، وكمان ديزني بحد ذاتهم فكرة الفيلم ما زالت قائمة بالنسبة لهم. طيب ليش يعني؟ يا اخويا في جاك سبار وقديمه في حوالي 7 مدري 8 مدري 10 افلام، ايش السالفه؟ ليش يسوي نسخه نسائيه؟ والله ما انا عارف. بس الاستاذ هذا برضو كمل كلامه وقال ان فيلم قراصنه الكاريبي النسخه النسائيه يحمل قصه جدا مثيره للاهتمام، معناته انه ممكن يتم وممكن ما يتم، للحين ما في خبر، بس ما زالت الفكره مطروحه، ما شالوها ورموها في الزباله. شوفوا يا ديزني بكيفكم، سووا قراصنه الكاريبي نسخه نسائيه، نسخه فضائيه، بكيفكم، فلوسكم انتم حرين، انا حقعد انا احلكم يعني. يوه 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 يا جماعة. قبل فترة عملنا تريلر رياكشن لفيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس، والإعلان للأمانة يا جماعة وضح تفاصيل جديدة وكثيرة حول هذا الجزء اللي هو الجزء الثاني من هذه السلسلة. في الإعلان يا جماعة ظهرت شخصيات كثيرة لسبايدر مان من عوالم موازية، يمكن حوالي 50 أو 60 شخصية كذا ظهروا في الفيلم، أو عفوا في التريلر. ولكن أعلنت بعض المصادر إنه العدد الرسمي أو الشخصيات الرسمية لسبايدر مان اللي راح تظهر في هذا الفيلم هي 25 شخصية. سيبوكم من زحمة السبايدر مانات، الشخصيات اللي راح تشارك في الفيلم بدور سبايدر مان ويكون لها تأثير قليل أو كثير داخل الفيلم راح يكون عددهم 25 شخصية. 25 سبايدر مان، وليه كثير يا شيخ؟ ها لو ما شفت التريلر رياكشن اللي سويناه تلاقيه في القناة تبعي، فصفصنا كذا وحاولنا نحلل يعني على قد حالنا التحليل كمان يعني، احنا قراء كوميك انت كمان لا تركز. واخيرا يا جماعة، امازون تؤكد ان الموسم الثاني من مسلسل الانيميشن انفينسيبل راح يتم عرض اولى حلقاته في سنة 2023، في اولها في اخرها في النص الله اعلم، ولكن الاكيد انه الموسم الثاني من انفينسيبل جاي في 2023. هذا واحد من افضل مسلسلات السوبر هيرو اللي تابعتها، كذا تحسه نفس جو ذا بويز، دمويه وعنفه، شيء رهيب لا يفوتك. والتريلر الاول لفيلم اوبنهايمر وصل قبل كم يوم، واللي راح يكون من اخراج كريستوفر نولان ومن بطوله كيليان مورفي والعديد من الاسماء الكبيره الثانيه، وراح يحكي الفيلم قصه الشخص اللي اخترع القنبله الذريه. ولو انت مهتم تعرف شويه تفاصيل من الأشياء اللي حاولت أطلعها أنا من التريلر تلاقي في القناة تريلر رياكشن لهذا الفيلم. وصدر عرض دعائي قصير جدا وبرضو شوية صور من الموسم الثاني من مسلسل لوكي، وراح تدور أحداث المسلسل بطبيعة الحال بعد المصيبة اللي عملها لوكي هو ولوكيات اللي معاه، وراح نشوف الموسم الثاني من مسلسل لوكي بمشيئة الله سنة 2023، وغالبا المسلسل راح يجاوب على أسئلة جدا كثيرة لها علاقة بالعوالم الموازية ولها علاقة بالشرير الرئيسي للمرحلة الجديدة لمارفل كانغ. والمجنون توم كروز، يا ذا الآدم يا ابن الحلال، عاد يصير بك شيء، تعوذ من إبليس، خلاص يا ابن الحلال هجد. الآدمي كذا طلع في الطيارة ولبس مظلة وقام يصور فيديو علشان يشكر متابعينه أو يشكر الجمهور على دعمهم لفيلم توب غان مافريك، وبالمرة يسوق ليش لفيلم ميشن امباسيبل. تشكر الناس من البيت؟ لا. تشكر الناس من السيارة؟ لا. اقفز من الطيارة واشكرهم، ليش لا؟ انت توم كروز يا عمي. وجيمس كاميرون يا جماعة كاتب ومخرج سلسلة افاتار الشهيرة، الادمي يا جماعة قبل كم يوم كذا لعله ايش جاب العيد، طلع كذا بنفسية تعبانة من احد الاماكن، والجمهور تجمع عليه، اوه توقيع صورة صفهم طنشهم وراح السيارة. اتس اوكي، الادمي نفسيته مي مزبوطة، روح السيارة يا عمي. ولكن الجمهور اللي كانوا حوالينه يعني اظهروا استياءهم، اوه ايه اوه
أصوات يعني تحصل كمان يعني أنت جمدتهم طنشتهم فأكيد راح يتفاعلوا مع الموضوع. المهم ركب السيارة وقفل الباب ونزل القزاز وسوى لهم حركة الإصبع. ياب حركة الإصبع ليش؟ ما أدري. أوكي طنشهم يعني عادي يمكن مزاجك مش كويس بس إنك تسوي لهم حركة الإصبع. أح جيمس كاميرون إيش بقى أنا لي أسبوعين قاعد أطبل لك كمان في... أوه تتوقعوا شاف مراجعتي علشان قلت فيلم وكأنه وثائقي. يمكن يمكن. وبالحديث عن أفاتار الجزء الثاني، الفيلم يا جماعة كان متوقعين لشركة الإنتاج إنه يجيب في أول أسبوع من 150 مليون إلى 175 مليون دولار. أنا شخصيا قلت لكم من وقتها إنه الفيلم بيجيب أكثر من كذا بكثير. إحنا نتكلم عن أفاتار. وبالفعل يا جماعة الفيلم قدر إنه يحقق في أول أسبوع عرض له في صالات السينما حوالي 435 مليون دولار أمريكي. علما انه ميزانية الفيلم تعد الميزانية الاغلى في تاريخ صناعة الصورة المتحركة والسينما والتلفزيون. ميزانية فيلم افاتار الجزء الثاني 460 مليون وقدروا يجيبوا منها في اول اسبوع بس 435 مليون. ديم ديم. زمان ترى كانوا معلنين انه الميزانية 350 مليون حاجة زي كده، ماني فاكر الرقم بالضبط ولكن ذكرته لكم في فيديو سابق، ولكن الرقم الفعلي واللي تم تحديثه حاليا هو 460 مليون دولار ميزانية فيلم افاتار الجزء الثاني. يا ساتر. هانز زيمر يا جماعة الموسيقي والملحن الكبير اللي لحن أغلب الموسيقى التصويرية لأفلام كريستوفر نولان وغيرها من الأفلام. الآدمي يا جماعة هذا عنده معزوفات فاخرة كثيرة، ولكن ما يهمنا الكلام هذا، اللي يهمنا أنه في أحد اللقاءات طلع كذا وقاموا سألوه قالوا له من بين المعزوفات من بين الألحان اللي ألفتها وكتبتها إيش هي معزوفتك المفضلة؟ إيش هي الموسيقى اللي تفضلها؟ قال لهم والله يا جماعة أنا ما أحب أجاوب على هذا السؤال يا أخي، بس تدرون اليوم حجاوبكم. افضل موسيقى مفضله بالنسبه لي الفتها هي موسيقى انترستيلر. الله عليك يا عمو هانز، كلنا نموت في ام الموسيقى تبع انترستيلر. ولكنه اكمل كلامه وقال اوه افضل موسيقى لحنتها لسه ما نزلت او لسه ما كتبتها او لسه ما صدرت. حركات حركات، فاهمين انه اوه انا اطمح لافضل من كذا. خذ راحتك يا عمو هانز، خذ راحتك، بدع، اطربنا اطربنا. انا لو ما اسمع لك الا موسيقى انترستيلر ما عندي اي مشكله. في لعبه يا جماعه اسمها وورهامر، يفترض انه لها يعني شعبيه كويسه في مجتمع اللاعبين، انا مش واحد منهم لاني ما اعرفها صراحه، ولكن هنري كافل يا جماعه يعرفها ويفترض انه يلعبها كمان. ياب هنري كافل ما غيره. وبحكم انه هنري كافل انسحب من دور ذا ويتشر، وبحكم كمان انه هنري كافل انسحب من دور سوبرمان او خلاص ما عاد في سوبرمان هنري كافل، ياب للاسف مو انسحب خلاص، يعني سوبرمان هنري كافل صارت فكره ملهاش وجود في المستقبل. نوم مور هنري كافل سوبرمان. احزنني الخبر صراحه. عموما يا جماعه اللعبه اللي اسمها وورهامر هذه راح يتم تطوير مسلسل خاص لها بواسطه امازون، والمسلسل خمنوا راح يكون من بطوله مين؟ يا سلام عليك نور، هنري كافل اللي صرح وقال انه متحمس جدا لصناعه هذا المسلسل. انا زي ما قلت لكم ما اعرف اللعبه، ولكن اذا انت يا عزيزي الوجه تعرف لعبه وورهامر اكتب لنا في التعليقات ايش رايك فيها، وهل هي فكره جيده انهم يسووا منها مسلسل، وهل هنري كافل برضو مناسب لهذا الدور؟ لاني ما اعرف ايش الدور اللي بيعطوه صراحه. واخيرا يا جماعه الفيلم اللي كل الكره الارضيه تقريبا طقطقوا عليه في الفتره الماضيه في السوشيال ميديا، فيلم باربي من بطوله مارجو روبي وراين غوسلينج، نزل له تريلر او خلينا نقول تيزر كذا بسيط على اليوتيوب. طبعا الاعلان والعرض الدعائي البسيط هذا ما اعطانا تفاصيل ايش ممكن يكون الفيلم، ولكنها لمحه يعني. ولكن يا جماعه العجيب انه التريلر تم تقديمه على طريقة المخرج ستانلي كيوبرك. انا صراحة شفت التريلر بس للامانة مرة كريبي بالذات بدايته، ايش الهم ايش ما اعرف، ما ارتحت وانا قاعد اتابع التريلر. عموما اسمه تريلر بسيط كذا يعني عارفين ايش، حاجة تشويقية. عاد كيف بيكون الفيلم؟ الله اعلم. يعني بالله يا وجيه باربي ايش تتوقع يكون الفيلم؟ اكيد بيكون فيلم بيض، بينزلوه بيخسر وياخذ تقييم زي وجههم. كلام جميل كلام جميل. باربي مين ما يعرف باربي؟ شفت كيف؟ اكيد بيسوي زحمه الفيلم، مو شرط في التقييم مو شرط في المراجعات، ممكن الفيلم يسوي زحمه كذا بس زحمه لانه فيلم عن باربي. ونرجع يا جماعه مره ثانيه في فيديو اليوم للمخرج جيمس كاميرون اللي صرح تصريح جدا 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 غريب وعمل ضجه في السوشيال ميديا الايام الماضيه. الادمي يا جماعه يقول انه فيلم افاتار الجزء الثالث راح يتم اصدار نسخه منه مكونه من 9 ساعات. الجزء الثالث بيكون مدته 9 ساعات بس النسخه
النسخه دي مش ليا ولا لك، النسخه دي لديزني علشان ديزني تختار منها ساعات معينه وتعرضها كفيلم. لا، والنسخه هذه التسع ساعات ما راح تكون كذا سي جي اي ابو كلب ولا حاجه كذا تمشي تحل، لا 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 لا، بتكون فول سي جي اي من دون اي اغلاط من دون اي قله حياه. تسع ساعات يقدمها لديزني وديزني يسوي كات 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 ويختاروا الفيلم وينزلوا اكيد تحت اشراف وجلش بيعطيهم تسع ساعات يخبصوا فيها. لا عموما ليش لا، افلامك جالسه تجيب مليارات، اعطيهم هاب لهم فيلم تسع ساعات خليهم ينقوا اللي ينقوا. ومسلسل جديد قيد التطوير مشتق من اللعبه الشهيره God of War راح يكون من انتاج وتطوير امازون. شوفوا يا امازون شغلكم 100 100، اموركم في السليم لا يوقف، عاجبني انكم قاعدين تنافسوا، بس اعملوا حسابكم انكم قاعدين تلعبوا على وتر حساس مره. God of War لعبه مشهوره ولها شعبيتها حول العالم والناس جدا تحترمها، فاذا بتلعبوا في هذه المساحه لازم تتاكدوا انكم تسووا حاجه تبيض الوجه، غير كذا انا ما اعرف ايش بيصير لكم، اسعلمكم يعني انتبهوا ها. والممثل نورمان ريدس يا جماعه ينضم للنسخه النسائيه من فيلم جون ويك. يا هون سيت انت ولا كيف؟ مو قلنا لك انه في جون ويك رجال وفي كمان دحين نسخه جايه برضو نسائيه جون ويكيه، مش اسمها جون ويك بس يعني نسخه نسائيه لجون ويك من نفس عالم جون ويك، وكمان جون ويك بيكون له ظهور بسيط فيها وراح يكون من بطولة مين؟ أنا ديارمس. طيب يا جماعة خلونا الحين نختم الفيديو بأهم الأخبار المتعلقة بعالم دي سي، لأنه الأسبوع الماضي صارت كذا أشياء كثيرة، أخبار وتصاريح وناس تسب وناس تنسحب وناس تسوي أنفولو لحسابات معينة، صارت في كذا فوضى في عالم دي سي. أنا والله ماني فاكر ماهر موصلي ولا واحد ثاني من الشباب كتب تغريدة في تويتر وقال إنه جيمس جان هذا اللي صار الرئيس التنفيذي لاستديوهات دي سي إما إنه بيرفعهم للقمة او راح ينزلهم لتحت القاع. ايا كان الشخص اللي قال ذا الكلام سواء ماهر او غيره احب اقول لك اني اتفق معاك مليون في المئة. عموما بعد تعيين جيمس جان كرئيس لاستديوهات دي سي حصلت تغييرات جذرية لعالم دي سي وملخصها كالاتي. اول حاجة وللأسف مثل ما قلنا هنري كافل باي باي، ما عاد في سوبرمان هنري كافل، ما عاد في مان اوف ستيل خلاص. ثاني حاجة جيمس جان يا جماعة قال انه استبعاد الممثلة غال غادوت الممثلة الاسرائيلية اللي قدمت دور وندر وومن يمكن ويمكن ما نكمل معاها. يعني اوكي الفكرة لسه مطروحة، ها نكمل معاها ولا لا، نشوتها ولا نخليها، الله اعلم. ثالث حاجة راح يتم تغيير معظم طاقم فرقة العدالة، باتمان اكوامان سوبرمان ذا فلاش راح يتم تغييرهم غالبا كلهم في الخطة الجديدة تبع دي سي. رابع حاجة ذا روك اللي قدم شخصية بلاك ادم في عالم دي سي راح يسوى انفولو لحساب وارنر براذرز وسوى انفولو لحساب دي سي. لا 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 ايش فيك يا دروك، مين زعلك؟ انا ما عارف مين اللي زعله، ولكن هذا ان دل على شيء فهو يدل انه ما فيش بلاك ادم مره ثانيه، علما انه دروك شخصيا مش راضي عن فيلم ذا بلاك ادم او بلاك ادم. خامس حاجه راح يكون فيه سوبرمان جديد وقصه جديده، اكيد مش قصه مختلفه، وراح تركز على فتره شباب شخصيه سوبرمان. وسادس حاجه تم حذف مشاهد وندر ومن وسوبرمان من فيلم ذا فلاش، كان بيكون لهم ظهور بسيط في فيلم ذا فلاش، ولكن ايش الاستديو قال شيل سوبرمان شيل وندر وومن، بما انه هنري كافل افلح يعني، وبما انه قال غادوت كمان يمكن ايش يشوتوها. سابع حاجة يا جماعة الممثل والمخرج بن أفليك طلب من دي سي انهم يخلوه يخرج احد الاعمال القادمة لعالم دي سي، وجيمس جان قال له ابشر الحين بدور لك على فيلم تخرجه. ايش هو الفيلم؟ الله اعلم، بس ايا كانت الحركة اللي قاعد تسويها يا جيمس جان ابشر الحين ادور لك حبيبي، هذا اخراج، ايش اللي بشوف لك فيلم؟ اهجد هد اللعب. بن أفليك مخرج ممتاز ترى يا جماعة، غير التمثيل ترى مخرج ممتاز، بس ايش اللي ادور له فيلم يخرجه؟ نلعب احنا. واخر حاجة يا جماعة دي سي وبناء على الأخبار اللي ذكرناها راح تبدأ بخطة جديدة وطويلة لعالم دي سي وشخصيات عالم دي سي، وراح تتضح ملامح هذه الخطة خلال الأشهر القادمة إن شاء الله. يمكن في أفلام تتكنسل، يمكن في مسلسلات تتلغي، يمكن في ناس يتشاتوا، يمكن في ناس يدخلوا، الله أعلم، ولكن جيمس جان واستديوهات دي سي عندهم خطة طويلة وجديدة لعالم دي سي. عموماً ايا كان اتمنى انه جيمس جان ما يجيب ام العيد في دي سي، يكون قد المسؤوليه من الناحيه الاداريه ويظبط المظبط. بس والله يا جماعه الى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر اللايك لو عجبكم الفيديو والاشتراك في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول، وتعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وقناه الالعاب والميمز والقناه الترفيهيه بشكل عام، كل الاشياء هذه موجوده في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.